صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المتقدر أن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا إلى أن خرج وقتها فهو كافر. والسؤال: أحيانا يغلبني النوم فأقوم قبل خروج الوقت، ولكني أقول سأقوم بعد قليل فلا ألبث إلا والوقت قد خرج، ثم إني أصبحت بعد ذلك أتهم نفسي بأنني كافر. وهكذا بعض الناس الذين ناصحتهم وأخبرتهم بالحكم إذا تعمدوا إخراجها يقع في نفسي تكفيرهم لأنهم يعلمون ذلك. أنت لم تتعمد وهم ما تعمدوا، لكن غلبهم النوم أو يغالبهم النوم، فأنتم الحمد لله لم تتعمد، ولكن تجعل عندك شيء يوقظك للصلاة، منبه يوقظك للصلاة، أو توصي من يوقظك للصلاة ممن حولك. إذا تقيت الله يسر الله لك، وعزمت على الصلاة يسر الله لك ما يعينك.